السلام عليكم يا البنات جيسباك فوزالي بيان انا رجعت لكم فيديو جديده باذن الله تعالى في هذا الفيديو جو فو مونطري لي برودوي هادو تاع لا كوليكسيون تاع دوف باش هما لي برودوي اللي عجبوني بيان سور وتاني تعرفوا على طريقه الاستعمال ولا المميزات تاع كل منتج وبيان سور كيما العاده نهضر لكم لو بري والراي ديالي اونيتمون يعني بصفه صادقه اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تدعموني بجيم واشتراك وبيان سور اللي عندها كسؤال ولا تخليه لي في لي كومونتير واللي محتاجه كاش فيديو معين تقول لي في لي كومونتير وما عليا غير ندير لكم لي فيديو اللي راكو حابينهم تبعوا معايا البنات للمزيد من المعلومات على هاد المنتجات الو حبيباتي حندير لكم بهاد لي دو برودوي كونهم من نفس لاغام ولا من نفس النوع هنا كيما قلت لكم عباره عن جيل دوش وتانيت بودي كير دوك نفهمكم بيان كوم يلفو طريقه الاستعمال ولا هنا قلت لكم هادو لي دو برودوي تقدر تديهم العروسه يعني المفاجاه تاع العرايس هذه هي هاي لك هنايا البنات اللي حوسوا بزاف البنات يحوسوا على ان جيل دوش للعروسه ولا تقدروا تهديوه للعروسه كادو بزاف شباب العروسه وبزاف هايل يعني بريزونطابل تديوه لها باسكو ريحه تاع الدوم يعني حاجه تاع العرايس ريحه تاع الدوم هايل هايل هنايا كاين هنا كونسيرنون لابو البنات باش نقول لكم لا كولور هذه تخرج على البشره كي تكون جافه اصلا راه مكتوب لنا هنايا for very dry skin اللي هي للبشره الجد يعني يعني الجد جافه هاوليك for very dry skin يعني تستعملوا الوحده كي تكون لابو تاعها ناشفه بزاف وثاني سا ديبون لا كولور كل كولور والنوعيه تاع لابو المعينه اللي يعني اللي تستعملها ولا اللي تخرج عليها نبدا لكم بهذا لو جيل دوش هاوليك سوان اكلا دوش استانجيل دوش بزاف روعه البنات الريحه تاعو بزاف شابه بزاف شابه البنات والله ما حاش تنبو عليها بليك هنايا دوش سوا نوريسونت اون بو بلو دوس دي لا بروميير دوش يعني سي فري انا استعملتو الرطوبه بزاف روعه خاصه البنات اللي يعانوا من مشكله الجفاف يعني المشكله اللي يعني نشوفها بزاف يطرحوها البنات خاصه في فيسبوك يقولوا لابو تاعهم ناشفه البنات الحل تقدروا تستعملوا هذا تاع دوف روعه روعه الشيء الثاني هو عبارة عن بوري لوشن ولا بوري كير هاوليك هنايا هاوليك انتنسيف بوري لوشن هاوليك لوسيون البنات تستعملوه لوسيون عادي لوسيون عادي تستعملوه بعد لا دوش بيان سور افيك اون بروبر سيرفييت تمسحوا لا بو ديالكم وتستعملوا هاد لوسيون الريحه تاعو بزاف شابه تقدروا تستعملوه خاصه للعروسه يحوسوا هكا لي حاجه تكون تريح ولا هاكا هنا البنات هذا لو بوري لوشن تاع دوف الريحه تاعو بزاف شابه تقدروا تستعملوه لا بروميير نوي ولا حاجه بريزونطابل ويخرج على البشره الجافه كيما قلت لكم وهذا لو جيل دوش البنات لا باز تاعو الي باز على الى اون باز كريم سوي ديزولي لا باز تاعو كريميه يعني لا باز تاعو كريميه البنات داكوغ نكملو البنات كونسيرنون لو بري تاع هذا لو جيل دوش تقدروا تلقاوه البنات من 30000 حتى 35000 كيما قلت لكم العاده راني نخلي لكم لو بري بين وبين باسكو سا ديبون لا فيلايا سا ديبون لا بوتيك باسكو بارفوا في نفس لا بلاص يعني حانوته وحانوته تلقاو لي برودوي يعني لي بري ما يكونوش كيف كيف ميم سي يكون لو ميم برودوي و كونسيرنون تاع بوري كير لو بري ديالو تلقاوه البنات 65000 حتى 70 يعني من 60 حتى 70000 داكور البنات هاديك هنايا بزاف شابين يعني دي برودوي بزاف روعه يرطبوا خاصه لي لابو تاعها شايحه لابو يعني يخرج بزاف على لابو بزاف شباب البنات حنصحكم به وما حاش نبو عليه يا البنات تبعوا نكمل معكم لي برودوي اللي بقاو الحاجه الثانيه اللي جبتها لكم البنات ولا لا سوربريز ثاني تدزيان اللي جبتها لكم عباره عن هذا لو شامبوان تاع دوف تبعوا معايا البنات وعلاش قلت لكم تقولوا علاش هكا قتلنا باللي كادو شباب العروسه ولا باسكو شوفوا العروسه في المغياش تاعها كاين لي مش كاين جبيت تاع الشعر لا طونط تحب دير مع باليش انا بزاف حوايج ديرهم شعرها ومن بعد تعود في مشكله باسكو ديما تغسل شعرها وديما يشيح لها وديما تحب تجبد شعرها باش تكون شابه والحاله ومن بعد هذا ما يؤدي الى شعرها يولي ضعيف يعني يولي ضعيف ومن بعد تولي تقطعه ما كاش عروسه ما قطعت شعرها باسكو جو تعاني من هذه المشكله غير اللي كان شعرها طبيعيا مليح تبعوا معايا هنا لي شامبوان العروسه تحب تستعملهم ديما وهنايا دوف الخاصيه انها تقدروا تستعملوه ديما وما يعني ما ينقصلكمش من القيمه تاع شعركم يعني ما ينقصلكمش من الفوائد اللي يكونوا ديروهم الشعر ديالكم هاوليك هنايا على بها مكتوب فيه جيلي كير ولا عنايه يوميه تقدروا تستعملوه ديما يا با دو بروبليم اي نيتوا فريمون لا بلوتو لي شوفو
ريحته بزاف شابه، دوم على الشعر، تقدروا تستعملوه قبل ما تجبدوا شعركم، ولا ليسونسييل بزاف روعه البنات، قلت لكم بزاف هايل. هاوليك هنايا with pro moisture complex، هاوليك هنايا soft and smooth ليسونسييل بزاف شباب، شامبو مع تركيبه لترطيب الشعر، يغذي الشعر ليصبح ناعما وسهل التصفيف. صح البنات، انا جربت الحاجه اللي عجبتني انه شعركم تحسوه يعني ما ينشفش كي تغسلوه، حيرطاب لكم وتاني تجبدوه عادي، يعني ما حاش تخافون بعد من ليسور ولا السشوار ولا داكور البنات. برودوي بزاف شباب، وتقدروا تديوه للعرايس باسكو كادو فريمون هايل، شيك ترو شيك، اون بليس بزاف شباب لا بصح.